أهلا بكم مجددا. تفتتح محكمة الاستئناف بالرباط غدا ملف ما يعرف بأحداث قديميزيك من أجل إعادة محاكمة المتهمين من جديد بعد أن تمت المصادقة على قانون المحاكم العسكرية الذي أصبح يمنع محاكمة المدنيين لدى هذه المحاكم. ولمناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ إدريس قصوري. مساء الخير أستاذ. مساء الخير، أهلا وسهلا. أي رمزية لهذا الملف المعروف بأحداث قديميزيك؟ بالنسبة لإعادة افتتاح هذا الملف وأمام محكمة مدنية، أظن أنه في هذه اللحظة يكتسي أهمية كبرى، إذ يؤكد بأن المغرب يسير في من خلال هذه اللبنة إعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية، أن المغرب يسير في اتجاه إضافة لبنة أساسية في مسار تعزيز الحرية وحقوق الإنسان بشكل لا رجعة فيه وبشكل ليس فيه لا شرط ولا قيد وليس فيه تمييز ولا تحيز تجاه أي طرف ولا ضد أي طرف. الكلمة الأولى والأخيرة تكون للقانون، وبالتالي فهو يعطي إضافات جديدة للأشخاص المعنيين وللمتهمين أساسا في هذه القضية بالذات. طيب، من يعني أجل تحقيق العدالة الجنائية. طيب، ما هي دلالة إعادة محاكمة المتهمين في المحاكم المدنية بعد أن أصدرت المحاكم العسكرية يعني قراراتها في هذا الصدد؟ أظن أن انطلاقا من كون المتهمين هم مدنيين، حتى وإن كان البعض منهم ارتكب أفعاله وهو يرتدي بدل عسكرية، فهم مدنيين أولا. والمغرب في إطار هذا الحراك والانتقال كان هناك مطالب للمجتمع الحقوقي وطني ودولي بأن يحاكم هؤلاء أمام محاكم مدنية قد تضمن تعطيهم ضمانات أكثر لما قلنا بتحقيق العدالة الجنائية، خصوصا في هذا الملف الذي أخذ أبعادا دولية وأبعادا سياسية. فانطلاقا من كون اللوائح العسكرية في المحاكم العسكرية ليست هي اللوائح المدنية، أو هناك من يدعي بأن القضاة العسكريين ليسوا متخصصين وليست لديهم القدرة، وهناك انضباط أكبر للوائح العسكرية وهذا يكون ضحيته اللوائح المدنية. المغرب وسيرا في خطى تعزيز الحقوق المدنية وحماية الحريات وتوسيعها صار في هذا الاتجاه، ولكن ذلك انطلاقا من قاعدة كبرى هي قاعدة الدستور على أساس الفصل الفقرة الثانية من الفصل 127 والتي تقول لا يمكن إحداث محاكم استثنائية، فهذه هي هذا هو الفصل الذي يؤطر هذا التحول. طيب، في هذا الإطار ما هي المسوغات التي يرتكز عليها إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين؟ هل هي سياسية أم اجتماعية؟ ماذا؟ أظن أن المسوغات ليست سياسية وليست مدنية وليست اجتماعية، وليس المسوغ هو مسوغ قانوني صرف ومحض، وأشرت بأن الفصل 127 من الدستور هو الذي يحدد منطوق هذا الفصل، هو الذي يحدد قاعدة عامة وكبرى في فقه الدستوري. هناك الآن في هذا الاتجاه أربع محددات تسوغ إعادة المحاكمة، هذه المحددات تعقلها قاعدة قانونية عامة في القانون الوطني والقانون الدولي، وهي ما وردت مثلا في المحاكم الاستثنائية. هذه القاعدة مقتضاها يقول بأنه كلما كان هناك تعديلات قانونية أثناء سير سواء التحقيق أو المقاضاة أو حتى الإدانة، فيعمل بالقاعدة القانونية التي تكون في صالح الأشخاص المعنيين وحتى المتهمين مثل القضية التي نحن أمامها. ولهذا هناك أربع محددات تعقل هذه القاعدة. المحدد الأول هو محدد دستوري وأشرنا إليه في الفصل 127، ونعلم بأن أحداث قديميزيك كانت ما بين 8 و10 أكتوبر نوفمبر من 2010، وانتهى تم تفكيك المخيم في يونيو 2011، وفي 2011
تمت مراجعة الدستور المغربي وجاءت فيه هذه القاعدة القانونية، وانطلقت المحاكمة، التحقيقات استمرت لمدة 3 سنوات، وتمت المحاكمة في 2013 في 17 من شهر جوج في 2013 صدرت الأحكام على المتهمين، والقانون المطبق والمنفذ والمؤجر للقاعدة القانونية والواردة في الدستور في المادة 127 لم يصدر إلا في 2014 في يوليو 2014. هذا القانون هو الذي سمح اليوم بإعادة المحاكمة، هذا في المحدد الدستوري سابقا والمحدد القانوني. هناك محدد قضائي مطالبة دفاع المتهمين من محكمة النقد سواء بعدم الاختصاص أو إرجاع الملف إلى المحكمة الجنائية، محكمة الاستئناف، المحكمة المدنية بالرباط، وهذا آزره كذلك، وسبقه مطلب محدد حقوقي لقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التمس من المحكمة مراجعة هذه الأحكام انطلاقا من القاعدة العامة الواردة في الفصل الدستوري، ومن بما أن القانون تعدل في سنة 2014. هذه المحددات الأربع هي التي تضافرت لتقول محكمة النقد بعدم الاختصاص وإرجاع الملف إلى المحكمة الجنائية الاستئنافية بالرباط التي ستفتح غدا. طيب حتى يفهم المشاهد، ما هي طبيعة الأفعال المرتكبة التي يتابع من أجلها هؤلاء المتهمين؟ طبيعة الحال نتحدث الآن مادام أن المحاكمة ستفتتح غدا من جديد، فالآن الأشخاص المعنيين هم مجرد متهمين، وما سنقوله دائما تسيجه قرينة البراءة في هذا الاتجاه، إلا أن المتداول والموجود في وسائل الإعلام حسب ما راج من في هذه السنوات، فهناك أولا هناك جرائم يمكن أن ندخلها سلوكات وممارسات وأفعال يمكن أن ندخلها بين قوسين في إطار الجرائم، لأن هناك قتل، هناك تعذيب، هناك تشويه، هناك إيداء جسدي، وهناك تحضير وتخطيط وتعمد وتربص وتنفيذ في هذه الأمور، وهناك أدوات الاستعمال، هناك الحجارة، هناك الأسلحة البيضاء، هناك قنينة الغاز، وهناك كذلك استعمال سيارات قوية الدفع الكاتكات لدهس الناس، وهناك إضرام النار في ممتلكات عمومية، وهناك تشويه وتمثيل بالجثث بسلوكات مشينة. هذا يعني أن هناك سلوكات وممارسات وحشية وربما تمس وصفها البعض بالداعشية. لن نتحدث الآن في هذا المقام بهذه الصفات، فعلى الأقل أنها تمس بالقيم البشرية والإنسانية الأساسية وبالحقوق والمواثيق الدولية والمعترف بها دوليا والتي استند إليها هؤلاء، واستندت إليها كذلك الجمعيات الحقوقية التي تعاطفت مع هؤلاء. إذن نحن أمام أركان لجريمة في كل أركانها ثابتة وواضحة وصريحة. طيب تم تأسيس جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث قديميزيك، ما هي الرسالة من تأسيس مثل أو من الرسالة من مثل هذه الخطوة؟ أظن أن هذه المراجعة للمحاكمة هي الآن تزامنت مع هذه الصدفة لتخلق نوعا من التوازن في المحاكمة والذي اختل في السابق، لأن كان هناك في السابق صوت واحد ووحيد وأحادي هو الذي يسمع، ألا وهو صوت من يتعاطف ويدافع عن المتهمين، وتم تغييب صوت القوات العمومية والذين ضحايا 11 الذين قتلوا وشوهوا بطرق بشعة. اليوم تأسيس هذه الجمعية للعائلات والأصدقاء في يوم 9 دجنبير من هذه السنة سيخلق نوعا من التوازن في هذا الملف، وسيسمع صوت الضحايا بالداخل وبالخارج، وسيعيد وربما أن الجمعيات الحقوقية ستعيد النظر في مقاربتها لهذا الملف، لأنه كانت مقاربة أحادية في السابق مبنية على مؤازرة المتهمين، ولم تكن تستحضر صوت من ذهبوا ضحايا في هذا الملف، فقط
لأنهم ينتمون إلى أجهزة الدولة ويقومون بعمل وظيفي، وكأنهم ليسوا مغاربة أو كأنهم ليسوا بشر أو مدنيين، وهذا خطأ قاتل. طيب، ما هو تقييمكم لطريقة تعاطي الجمعيات الوطنية والدولية مع هذا الملف منذ مراحله الأولى؟ أنا تحدثت الآن شيئا ما عن تقييم هذه الطريقة، ولكن الآن لن نقيم، وإنما في موقف أن نطرح أسئلة على الجمعيات الحقوقية وبالوطنية أساسا أن تجيب عن سؤال: متى كان القتل مشروعا؟ متى كانت الحرية ميزة بلا حدود للإفلات من العقاب؟ متى كان الاحتجاج أو مطالب معينة أنها مبرر ومدعاة لأن لا يعاقب من قتلوا ومن عدبوا ومن ارتكبوا أفعالا جسيمة تجرمها القوانين المواثيق الدولية وتجرمها جميع القوانين الدولية؟ متى كان كل هذا مدعاة لأن تقف الجمعيات الحقوقية لتكل بمكلال وتعتم عن حقوق الضحايا في الوقت الذي تضخم فيه من حقوق المتهمين؟ أظن أن الجمعيات الحقوقية إذا كانت تتعامل بمعايير دقيقة وهاته على المستوى الوطني، فلا بد أن تنظر للملف في شمولية ومن جميع المداخل باعتبار جميع الفاعلين، وأن تكون المؤازرة للجميع بشكل متكافئ دون أن تبخس أي طرف حقه. ومن هنا فهذه الجمعيات مدعوة غدا لأن تؤازر عائلات وأصدقاء الضحايا الذين ينتظرون من القضاء إنصافهم، لأنهم كذلك يعيشون حالات شعورية وحالات وجدانية لأنهم فقدوا أبنائهم، ولأنهم فقدوا أبنائهم بطريقة مشوهة وبشعة ينبذها العالم كله. كذلك فتح مسار الجمعيات الحقوقية الأجنبية والدولية التي ركبت على هذا الملف بطريقة وأظهرت من فيه إلا صورة معينة تريدها هي لخدمة أهداف معينة، عليها أن تصحح. هذه فرصة أمام هذه الجمعيات كي تصحح الأخطاء السابقة وتثبت بأنها تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل شمولي وكلي، ولا تجزئ هذه الحقوق وفق مقاسات سواء نخبوية أو مقاسات نضالية. طيب، كيف تتوقعون أن تتعامل محكمة الاستئناف مع هذا الملف؟ أظن أن المغرب يتوفر على قضاء له القدرة وله الفعالية لكي يتعامل يحقق العدالة الجنائية أولا، ولكي يتعامل بإنصاف مع جميع المعنيين سواء العائلات وأصدقاء هذه الجمعية التي تأسست أو المتهمين أنفسهم، وله من التخصص ما يكفي في قضايا سابقة وموازية ومماثلة لأن تكون كلمة القضاء فوق الجميع، فلا داعي لأن يكون هناك هذا النقاش وهذا السجال حول قدرة القضاء المغربي ومدى استقلاليته. وأظن أن إعادة المحاكمة اليوم ورفض محكمة النقد لهذا الملف وإرجاعه للمحكمة الجنائية وقبول الطعن دفاع المتهمين والاستجابة لمطلب مجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يؤكد هذا المسار في استقلالية السلطة القضائية وبأنها قادرة على اتخاذ هذا الملف بما يلزم من الفعالية والنجاعة. طيب، نعود إلى مسألة المنظمات التي تحاول الركوب على هذه القضية، يعني هل تتوقعون أن تكون هناك حملة مشوشة يعني متصاعدة خلال مقبل الأيام ومقبل الأسابيع يعني للتشويش على هذه المحاكمة والركوب عليها؟ أولا، كلمة تشويش ربما استغلال، سيتم استغلال هذه المحاكمة، وإن كان المغرب وضع في اتجاه إيجابي من أجل إنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية التي كان هناك نوع من التشكيك في السابق فيها بشأن الأحكام الصادرة بخصوصها من طرف المحكمة العسكرية، يعيد اليوم الأمور إلى نصابها لتأخذ مجراها بشكل عادي وطبيعي لمصلحة الأشخاص المعنيين بها كيفما كانوا عائلات أو متهمين. سيدخل هناك من يجد فرصة مناسبة للدخول على الخط بتصويغات، وخصوصا الجمعيات الدولية التي لعبت بهذا الملف من أجل
إعادة إحيائه من جديد بالطريقة التي تريد وتوجهه في الاتجاه الذي تريد هي، وبالتالي ستجر معها، ستسايرها الجمعيات الحقوقية الوطنية. ولكن إذا كان هناك وعي حقوقي أصيل وحقيقي فأظن أن الصورة وهذا التشويش فلن يجد له أي صدى، لأن المحاكمة ستفتح بطريقة أخرى من أجل إنصاف الجميع، والجمعيات الحقوقية لن تجد أظن في هذه المرحلة وفي هذه الظرفية واليوم بعد أن فتح هذا الملف من جديد لن تجد من المسوغات ما كانت وجدته في السابق من أجل أن تقول ما تقول في هذا الملف، أو من أجل أن تعتم عليه أو توجهه بالطريقة التي تريد. الأستاذ إدريس قصوري، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. عفو. بهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام هذه النشرة قدمناها لكم من قناة ميديان تي في بطنجة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.